الكابتن الجوهري أظن أنه لا يعوض كابتن محمود الجوهري اللي الله يرحمه أول شيء. وكابتن هو أسس الأساس اللي انبنى عليه المنتخب الأردني اللي منشوفه حاليا. الله يرحمه هو اللي طلع الجيل الذهبي اللي كان من لما تولى تدريب الأردن، والأكاديمية أكاديمية الأمير علي اللي أسسها كمان، اللي طلعت الناشئين اللي منهم يزن نعيمات كان قائد وكان أب وكان عبارة عن صديق لكل اللاعبين. فنتمنى أنه يطلع زيه بالوطن العربي، من مصر، من الأردن، من أي مكان. رحمة الله عليه. الكلمة الوحيدة اللي نقدر نحكيها هو الغائب الحاضر بروح المنتخب الموجود حالياً والمنتخب اللي كان قبل، ونحن مبسوطين انه عبد الله ابو زمع موجود هلا، موجود بالمنتخب، وهو من الناس اللي فيهم روح الكابتن الله يرحمه محمود الجوهري.